موسى هو قائد الفريق. قرعة ضربة البداية وهدايا بقى زهور من الترجي للنادي الافريقي وصور تذكارية للدور النهائي ثم انطلاق الشوط الاول. صورة مزدوجة للفريقين معا. النادي الافريقي والترجي الرياضي معا فريق واحد والشباب التونسي الكل والفرق كلها تنتمي الى اسرة واحدة وهي صورة من صور الوحدة القومية الصماء. صورة التآخي والألفة والروح الرياضية العالية والاخلاق الفاضلة. هذا ما ندعو اليه ونشاهده مجسم في هذه الصورة للترجي الرياضي والنادي الافريقي. ونتمنى لكل الفرق وهي ممثلة كل الفرق التي ساهمت في كأس تونس حتى إلى أصحاب الدور النهائي الترجي الرياضي والنادي الافريقي. النادي الافريقي لاعبوه يتوجهون إلى جمهور الترجي الرياضي ويرموه يرمون بطاقات زهور. ولاعبو الترجي الرياضي يتوجهون الى جمهور النادي الافريقي ويحيي الجمهور في باقات زهور وتشارك في تهدئة جانب المتعصبين. داوود الدبوس حافظ بن حميد الحبيب ميموني وصورة تذكارية للجميع قائدي التشكيلتين ولجنة التحكيم. والقرعة الترجي الرياضي يختار المنطق والنادي الافريقي يأخذ ضربة البداية. قائد فريق الترجي الرياضي يطلب من لاعبيه تحول المنطقة هي اللي على يسارك سيدي وسيدتي وجماهير الرياضة اللي تبعوا في التلفزة. على يساركم الترجي الرياضي وعلى يمينكم النادي الافريقي. ضربة البداية وتنطلق المقابلة دور نهائي لكأس فخامة رئيس الجمهورية الرئيس حبيب بورقيبة ويبدأ اللعب. مولهي خويني مسك الكرة وتفكت عند بن محمود العروسي. بن محمود تميم
تمرير قدو كمال كمال ورجعها له. نايل مول نايل مول باش حامبا باش حامبا خويني باش حامبا لا سعد كنزاري والترجي كرة تخرج الفايت لا سعد ضربة مخالفة الفايت الترجي الرياضي نفذت تميم المولي يفكها ويني توا عنده كرة ولكن سريعة ياسر خرجت الفايت الترجي ضربة مخالفة الفايت الترجي الرياضي نادي المولهي لسعد هو اللي باش ينفذ لسعد تتفك عند الشرقي موسى خالد بصحيحة كورة خرجت الفايت الترجي ستين تعادل صفر صفر بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي في الملعب الاولمبي بالمنزه كمال كمال بن يحيى لاسعد بن يحيى بن يحيى وتتفكر بن يحيى وهجوم عكس سريع ياسر النادي الافريقي بصحيح تسلل ضد باش حامبا كمال بن يحيى منتصر بن يحيى بن يحيى تميم العروسي تميم 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 اللاعب اللي طايح لا ادري من هو الظهر الشرقي هاي عادة وضربة مخالفة اعلنها من هو لباس من هو كان يقربه لنا الاخ بصحيح بصحيح ولباس ضربة مخالفة الفايت النادي الافريقي خمسة دقائق مخالفة كرة النايلي كنزاري خويني شرقي باش حامبا لسعد والخويني وتخرج الفايت نادي الفريق لا
بقية الترجي الرياضي عند الأسعد. فكت عند الخويني. موسى وضربة مرمى لصالح الترجي. بن محمود كان معاه. كمال كنزاري. بن يحيى. بن محمود. تميم. عادل. لا بن يحيى. تميم. العروسي. تتفك للعروسي وضربة مخالفة لفاية النادي الافريقي. وانذار شفاهي من عيساو بدبوس للعروسي. موسى. موسى خذ منتصر كرة ما تعداتش عند كمال العروسي ما تعداتش ضربت في موسى مشات عند كنزاري. كنزاري تميم. تميم. و تخرج ضربة مرمى ضربة مرمى فعلا. نايلي. خلصي. خاذر. خلصي. منتصر تتفكلوا وضربة مخالفة ضد الخلصي. تنفيذ عند بن يحيى. تميم. العروسي فدوا. فدوا. العروسي نايلي. أول قذفة في 8 دقائق. شدها نايلي باهية. بياري مول مولي بن محمود بن يحيى كمال كنزاري. كنزاري خرجت من قية الترجي مع المولي. خرجت مرة أخرى من قية النادي الإفريقي. مولي. جمال. خذر ومنتصر وخرجت فايت النادي الافريقي عند خالسي. خالسي بياري خذر لاسعد كمال من عند عادل. عشرة دقائق التعادل صفر صفر. خذر منتصر وضربة مخالفة من فئة النادي الافريقي. اخويني لاباس. خضر باش ينفذ. خالد بن يحيى فدو. وبنتيني وتخرج لفايت الترجي. لا لا فايت النادي الافريقي. عند خضر. بن محمود. كمال. لا سعد. تميم.
غنزاري تميم بن محمود تميم تميم باقي نعروسي الشرقي خرجها الخضر نعروسي وضربة لا غماس من فايت نادي الفيل عند خضر نايل تعادل 0-0 كمال مولي موسى مسافة طويلة ياسر كنزاري منتصر تميم كنزاري خضر قبل والخالصي خالصي ما يخلطش اسرع ياسر الكوره خرجت بيت الدرجه الرياضي منتصر بن محمود كمال بن يحيى الاسعد فدو جوبانتيني تتفك عند موسى موسى بياري منتصر لكن عند الخويني مرة أخرى خالصي 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 باقي أنزاري موسى ضربت في راس بن يحيى عند جوبانتيني ما يخلطش ميم ما يخلطش فدي مش ميم وتخرج لفايت النادي الافريقي مولهي موسى كمال كمال باقي باقي كمال بن يحيى العروسي العروسي يهرب بها لبنتيني يخرج له النايلي حتى التماس كرة عند جماهير الدرجة الثانية وترجع لصالح الترجي الاسعد العادل جوبانتيني والحكم يطلب اللاعب عن الحارس جوبانتيني هو اللي طايح الحكم يطلب اللاعب بن يحيى المحمود بن يحيى والحكم عيسو بدبوس يطلب اسعاف الجوبانتيني مسعفين الجوبانتيني نتمنى ولبس خمستاشر دقيقة الشوط الاولاني في الملعب الاولمبي بالمنزه دور النهائي لكاس الامم رئيس الجمهوريه نتيجه تعادل 0-0 قام جوبانتيني لاباس و اللاعب باش يرجع بعمليه اسقاط كوره يفكها بما ياخذها بالمحمود بالمحمود عادل 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 تبديل كامل
للتمرين. وتخرج الفريق خارج الرياض. تمرين العروسي. تمرين وخضر. عادل ويضيعها بوفنتيني ويدخل لسعد وضربة مخالفة ضد لسعد. ضربة مخالفة تنفذت عند باش حامبا بصحيح. لا باش حامبا موسى فكت تتفك مرة ثانية من الدفاع شرقي وضربة مخالفة ضد الترجي الرياضي. مولهي انذار شفاهي البصحيح وفدو لأن فدو اعذر البصحيح وصحيح ما حبش هو الخطأ. أعلن الحكم انتهت المشكلة يلزم التسامح قبل كل شيء ولهذا ودبوس عيساوي يوري في تميم في حاجة أرجع له وصحيح لسعد وكرة تخرج لفاية النادي الإفريقي. مولهي بن محمود وضربة مخالفة واضحة لفيتو تنفيذ عند بن يحيى من عند كانزاري منتصر تميم خارجة الفايت النادي الافريقي. خضر خضر بياري بصحيح الخضر خضر بياري خضر المنتصر وضربة مخالفة الفايت النادي الافريقي. تحرك جماعي للنادي الافريقي مسافات قصيره تحرك طيب ضربه مخالفه باش ينفذها خضر فكت منتصر كمال بوبانتيني الشرقي وترجع لباش حامبا الكمال. الحكام مراقب الخط يقول ما ثماش تسلل وما خلطش لم يتفطن لا بصحيح ولا باش حامبا الا اخر وقت لحبيب ميمون يقول ماهوش ماهوش تسلل ولكن ما خلطش مهاجم النادي الافريقي وآلت الكرة الى الترجي الرياضي. بن محمود تخرج كرة لليسار عادل او بوبانتيني لا فدو ما خذهاش. مولهي الفك عند موسى شرقي لسعد عند بن محمود العروسي 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 عادل 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 تميم تميم هو خطف بوفنتيني ضعيفة وخطأ من نايلي ترجع عند العروسي. العروسي تتفك له من عند بياري وعلى مسافة طويلة ياسر خالد بن يحيى والخلصي خالد بن يحيى ينجح في التخلص عملية هجوم أخرى
تسجل يتعد ما خلاش يتعدى فكت عادل 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 واول ركنيه أول ركنية في دقيقة 25 لصالح الترجي. ضربة مخالفة ضد غوبانتيني. صلاح النادي الافريقي كمال ونايلي، نايلي هو اللي باش ينفذ. منتصر تميم بن محمود تميم 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 الغوبانتيني تميم صالح ترج بن محمود لمسة يد ضد بن محمود نفذت عند بشحام بشحام بخرجت له صالح ترج تميم تميم وخضر صح تميم تفكت عن بياري وصحيح وصحيح خذ بياري موسى خذ خذ ضربة مخالفة ضد الخويني عادل غوبانتيني وعادل الحكم يطلب اللعب وضربة مخالفة ضد كمال بن يحيى العروسي خالد بن يحيى ما تعديتش مدها لعل سعد بن محمود منتصر تميم منتصر منتصر تميم منتصر عادل الغوبانتيني بالراس مرة أولى والثانية عادل وركنية لصالح الركنية الثانية 29 وقذف بن محمود ضايعة وضربة مخالفة ضد العروس الحكم يطلب باش الكرة توضع في مكان ضربة المخالفة وكمال شرب مسها عادل لسعد والخلص لسعد ما خلاش تعدى وضربة مخالفة البيت لسعد بن محمود بن يحيى بن محمود للأسعد بن محمود ما تعديتش
مرة أولى والثانية فدو وضربة مرمى تتفك عند المحمود عادل متعدتش فدو جوبنتيني تتفك له خضر بياري مسهل وتميم بقي عند بياري خضر الخويني بن يحيى كمال لاس عبير عادل عادل على مسافة طويلة ياسر العروسي فاتو تميم 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 جوبانتيني تتفكلوا مرة أولى والثانية عند بصحيح بصحيح الخلصي خلصي خوي بياري على النادي الافريقي وفرصة جدية فعلا الا المنتصر اللي تشوفوا فيه داخل المرمى كان هذا في وقت 20-25-28 دقيقة كمال اولا يرجع القذفة ثم الخويني وتتعدى الكرة عند البياري وتضيع القذفة والفرصة الاولى هي لتتاح للنادي الافريقي منتصر المحمود منتصر العروس 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 والحكم يطلب اللعب خالصي تسلل ضد الخويل المحمود تميم تميم وضيع من الديفونس يمشي العادل عادل عادل فدو العروسي بن محمود ترجع الجوبنتيني تميم و العروسي وقد فضى نايلي كمال تعادل صفر صفر كمال باقي مول خلصي خلصي عدى من الاسعد لكن رجعت عند الاسعد 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 جوبانتيني وقفة جوبانتيني ضايع ضربة مرمى عند النايلي 30 دقيقة في الشوط الأولاني نتيجة تعادل 0-0 بن محمود والخويني بصحيح كانزاري خويني بياري وكمال
روح رياضية عالية لمصطفى الخويني. نكز كمال أحسن لاعب مع مضيف ياسر ما حبش يعثر فيه ولا حاجة، بالعكس منتهى الطهر. تميم تميم غوبانتيني 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 ما تعداتش موسى غوبانتيني منتصر ما تعداتش بصحيح لسعد 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 العروس العروس تميم تميم مرة أولى والثانية عند العروسي ترجع عند بصحيح بصحيح باش عامبا بن محمود وتسلل قبل بن محمود وراقب الخط ويشير إلى تسلل لفايت الترجي الرياضي الخارجي بن يحيى بن محمود لا عادل وركني الركنية الثالثة لصالح الترجي في الدقيقة 32 كوبانتيني أظن تضرب على العارضة وتدخل غوبانتيني تضرب على يرجع اللعب هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياض موسى خلصي العروسي وضربة مخالفة ضد الترجي الرياض خضر محمود عادل وصحيح مش عامبا وتخرج لصالح الترجي دقيقة 33 غوبانتيني أثر ضربة ركنية يسجل الهدف الأولاني هدف قبل صفر واللعب متواصل لسعد بن محمود كمال منتصر العروس خذ الشرقي عادل لسعد ما تعدلش عند المولي يخلط لسعد وموسى باقي عند موسى موسى وله باش عامبا وصحيح يخلط لسعد مرة أولى وخرجت لصالح الترجي مولي
اليحيى تخرج لصالح النادي الافريقي. فصحي ترجع لصالح الترجي بن محمود، تتفكر بن محمود عند بوصحيح، بوصحيح باقي، بوصحيح باقي، بوصحيح الخزر يمسها العروسي مرة أولى كمال، وتخرج لصالح النادي الإفريقي. ضغط من النادي الإفريقي على دفاع الترجي، تماس لصالح النادي الإفريقي، خزر خضر بصقيح ضايعة، ضربة مرمى شوفوا في البطولة والكأس معا، البطولة للنادي الإفريقي والكأس من أجلها اللقاء. كنزاري خضر مباشرة من تصرف خلصي العروسي، العروسي تتفكلوا موسى، العروسي وموسى تتفك عند بياري، وتخرج ركنية لصالح النادي الإفريقي وأول ركنية. أول ركنية في الدقيقة 37 نفذت عند خلصي بشحامبة كمال مرة أولى ويجد بن يحيى بن محمود كمال منتصر كمال بن يحيى بن محمود العروس العروسي ده فدو ما فهموش، رجعت مسها فدو شالها موسى بياري بشحامبة نبي تريد الفريق يقول على كرة خضر، خضر بياري وايد داخل مرة أول بن محمود وضربة مخالفة لصالح النادي الإفريقي، والمنتصر يعيط الحكم عيسى ابو دبوس وينذره شفهيا. بشحامبة هو اللي باش ينفذ انتاجه هدف من قبل صفر لصالح الترجي الرياضي، يقربنا نهايه الشوط، ينفذ بشحامبة اسعد بن محمود لكن تمشي عند البياري، بياري باقي تتفك وتخرج تماس لصالح النادي الافريقي، تلعبت عند بصحيح منتصر مره اولى، تميم تميم فكت لتميم عند كمال ما تماش تسلل، وركنية لصالح النادي الإفريقي، الركنية الثانية دقيقة 40 بشحامبة كمال تميم ما خذاهاش كمال، وجوبانتيني جوبانتيني
غوبانتيني وموسى وخضر. خضر مولهي والاسعد ما ياخذهاش، ياخذها المولهي. مولهي بياري، بياري خلصي، خلصي بصحيح باش حامبا وتسلل يشير، يشير على التسلل لحبيب ميموني. كنزاري كمال، بن يحيى، الأسعد، عادل بن محمود، كنزاري ما تعديتش، لا لمسة يد ضد موسى. تشوفوا في الوقت والنتيجة. تنفيذ بن يحيى التميم، تميم تكهل موسى، موسى بياري، وهجوم معاكس لصالح النادي الافريقي. خلصي، الخلصي وحده متسرب من اليمين، لا سعد يسكر اثنين، عادل تتفك تمشي الخلصي، خلصي خويني، كمال تميم وخضر، ضربة مخالفة ضد خضر، غوبانتيني، غوبانتيني، عادل، وخطة عادل ضايعة. انذار يناقش البودابوس، ينذر في كمال، كمال لاعب النادي الافريقي طايح. ضربة مرمى عند بوصحيح، باش حامبا، بصحيح، بصحيح بياري، موسى منتصر والعروسي، منتصر تمشي للشرقي، شرقي، شرقي، الأسعد، بصحيح، بصحيح للمولهي، المولهي، كمال، خضر يرجعها لباش حامبا، يمشي لها تميم، تميم وموسى، تماس لصالح الترجي. الوقت انتهى تاع الشوط الاول، والحكم له ان يضيف ما شاء من اعتبار وقت يحسبه هو بالعداد نتاعو والكلمات نتاعو. وقت ضاع او يحصل الوقت يساوي بدابوس، خالد بن يحيى، والحكم يساوي بدابوس، ينهي الشوط الاول. الشوط الاول انتهى بنتيجة هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي عن طريق غوبانتيني في الدقيقة 33، اثر ركني، ركنيات اثنين لصالح الترجي واثنين للنادي الافريقي. و موعدنا مع النادي الافريقي والترجي الرياضي في بداية الشوط الثاني ان شاء الله.
سيدتي وسادتي، ريتما نعود بكم إلى الملعب الأولمبي بالمنزه، نقضي بعض الوقت مع هذه الألوان. قائد النادي الافريقي محمد علي موسى، بينما نقرا على السبوره الالكترونيه مرحبا بفخامه رئيس الجمهوريه المجاهد الاكبر لحبيب بورقيبه، تحيه من المنظمين المشرفين على هذا الدور. هذا ما رسم على السبوره الالكترونيه. ما زال السيد رئيس يصافح لاعبي النادي الافريقي. الان اللاعب لحبيب القاسمي، ثم اللاعب خضر، والعلم المفدى يتوسط الألوان المميزة لفريقي الترجي والنادي الافريقي. سليم بن عثمان والمنصف الخويني، حوار الأب لابنه، حوار المجد أكبر مع اللاعبين بكل حرارة. وأعتقد أن الشرف العظيم هو لهؤلاء اللاعبين، بينما الحكم الآن مع الحارس المختار النيلي، مع الحارس
الحارس المختار النايلي. شرف عظيم بالنسبة للاعبين الذين يدركون الدور النهائي. بقية المرافقين للنادي الافريقي وبعد تحية كامل اعضاء النادي الافريقي من لاعبين ومسيرين يتوجه فخامة الرئيس لتحية لاعبي الترجي ويستقبله المسؤول المشرف عن فرع كرة القدم بالترجي السيد عبد الحميد عاشور. والآن اللقاء بين فخامة الرئيس وجمعية الترجي بينما نلاحظ وجود الحارس الدولي عتوقة حارس مرمى الفريق القومي التونسي ويواصل السيد الرئيس مصافحته لمدرب الترجي السيد مختار تليلي وبقية لاعبي الترجي. وباخت ورود تماما على منوال فريق النادي الافريقي يهديها فريق الترجي الان الى المجهد الاكبر الذي يحيي الان ويصافح يجزي بتشجيعاته للاعب تميم ثم الحارس كمال. وبقية عناصر الفريق. اللاعب لطفي العروسي. منتصر بن عثمان. ويصل الان فخامة رئيس الدولة الى تحية اخر عناصر فريق الترجي الان عبد المجيد القبنطيني. وكما تلاحظون فرح اللاعبين من الطرفين بهذه الالتفاتة السامية من فخامة رئيس الدولة الذي يحضر ويشارك الرياضيين فرحتهم الكبرى. والسيد الرئيس مرفوقا بالسيد محمد مزالي السيد الوزير الأول والأمين العام للحزب وكذلك بالسيد الهادي صغل وزير الشباب والرياضة. والآن تحية فخامة الرئيس للحارس الدوري عتوقة الذي يتغيب عن الدور النهائي لأول مرة منذ سنة 1969 يتغيب عن دور نهائي يشارك فيه فريق النادي الافريقي. جو منعش في الملعب الأولمبي بالمنزه ومن حسن الحظ أن الطقس طيب ونجم نقول ممتاز طقس ربيع بأتم معنى الكلمة. ويحيي الآن فخامة رئيس الدولة ضيف القسم القومي الممثل لمجموعة الوسط والجنوب في القسم الثاني
اتحاد المنستير. والى جانب لاعبي اتحاد المنستير اصطفى لاعبو الاولمبي للنقل. يقدم فخامه الرئيس تهانيه لفريق اتحاد المنستير بمناسبه عودته للقسم القومي. يتوجه فخامه الرئيس لتحيه لاعبي النادي الاولمبي للنقل وفي طليعتهم قائد فريق الاولمبي للنقل ولاعب الفريق القومي التونسي علي الكعبي. ويلتحق فخامه رئيس الدوله ويتحاول يتحول فخامة رئيس الدولة في سيارته المكشوفة من جديد ليواصل دورته الشرفية وتحية الجماهير الموجودة في المدارس. الذي سيلتحق بالمنصة الشرفية فخامة رئيس الدولة وهو ينهي دورته الشرفية في الملعب الأولمبي المنزه داخل الملعب الأولمبي المنزه بينما تجدد الصفورة الإلكترونية تحيتها للمجاهد الأكبر ورحمة به لهذا اليوم الرياضي الكبير. ولاعب الفريقين بعد أن غادر الآن فخامة رئيس الدولة الملعب ولاعبو الفريقين يستعدون وبعد قليل يقع استئناف اللعب بالشوط الثاني في مقابلة الدور النهائي للأحراز على كأس فخامة رئيس الدولة بين الترجي والنادي الإفريقي. ونواصل سيدتي ونسي سيدتي نواصل هذا النقل المباشر لمقابلة الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. الشوط الاول انتهى كما لاحظتم بهدف مقابل صفر لفائدة الترجي، هدف سجله اللاعب عبد المجيد القبنطيني في الدقيقة 33 بقذفة ازدواجية. وانطلاق الشوط الثاني بينما نرافق عن طريق الصور المجاهد الأكبر وهو يعود إلى المنصة الشرفية إلى الباب الرئيسي ليأخذ مكانه ويواكب الشوط الثاني من هذه المقابلة. بينما فرقة ماجورة سوسة في الملعب تنهي عرضها والسيد الرئيس يأخذ الآن
الطريق المؤدية من الباب الرئيسي إلى المنصة الرسمية. إذن يحضر فخامة الرئيس دور نهائي في سنة 1924 ماي لفريقين عريقين ساهما قبل الاستقلال في النضال من أجل استقلال تونس ويواصلان بعد الاستقلال عملهما من أجل استيعاب الشباب التونسي وتوفير المناخ الطيب لصقل المواهب وممارسة حقه في الرياضة. واليوم تتويج لجملة من المجهودات، وهذا المهرجان الرائع المنظم الذي نعيشه في هذا اليوم المشهود هو نتيجة تضافر جهود الجمعيات المسيرين وخاصة الدولة عن طريق وزارة الشباب والرياضة لما أولته من عناية بالجماهير رجال الأعلام والفريقين لإنجاح هذا الدور النهائي وهذا المهرجان الكروي. بينما يصل الآن فخامة رئيس الدولة إلى المنصة الرسمية ويحيي فخامة الرئيس الجماهير ويستعد لأخذ مكانه. قبل أخذ مكانه يصر مرة أخرى المجاهد الأكبر على تحية أبنائه من الفريقين لتحية الشباب الرياضي الموجود في ملعب الأولمبي بالمنزه. يحيي أيضا المجاهد الأكبر مرة أخرى ضيوفه الشرفية. والآن سنعود في هذا الشوط الثاني نفس التشكيلة في الفريقين. انطلاق الهجوم الآن لفيت نادي الفريق عن طريق حسن الخلصي. حسن الخلصي كرة في اتجاه الموسى ياخذها الأسعد. الأسعد ورمي التماس لفيت نادي الفريق. رمي التماس لفيت النادي الافريقي. رمي التماس نفذت عن طريق المولي كرة الموسى. موسى وياخذ الشرق الذيع لفيت لطفي العروسي. لطفي العروسي تمريرته ما توصلش الى الهجوم. ياخذها كمال. كمال وضربة مخالفة لفيت كمال لفيت النادي الافريقي. الدقيقة الأولى في الشوط الثاني نتيجة هدف مقابل صفر دائما لفيت الترجي. هدف سجله اللاعب القبطيني في الدقيقة 33 من الشوط الأول. وهجوم الآن لفيت النادي الإفريقي. كرة عند موسى. موسى إلى بشحامبا. بشحامبا حمد كرة لموسى ما دخلتش وياخذها خلف بن يحيى. سريعة لفيت تميم. تميم بيتابع في شرقي. وكرة ضربة ركنية لفائدة الترجي. ضربة ركنية لفائدة الترجي. ننتظر تنفيذ دفاع النادي الافريقي كما تلاحظون يستعد. وضربة ركنية تنفذ بين تميم وعادل أطرش. عادل أطرش لتميم. كرة من تميم ياخذها الفدو. الى لطفي العروسي توزيعه منه ياخذها دفاع النادي الافريقي وكره تتحول
عن طريق البياري، عن طريق البياري، وياخذها الدفاع الترجي. منتصر، منتصر بن عثمان ياخذ كورته ورمي التماس لفايدة النادي الافريقي. كرة عالية، حوار بين موسى والعروسي، خذا العروسي كرة جوبانتيني، جوبانتيني تبع في موسى، جوبانتيني طويلة الفدو، فدو وهجوم لفايدة الترجي، والدفاع عن طريق كمال يتدخل بنجاح. كرة للنايل، كرة الآن لفايدة النادي الافريقي. منصور الخويني، منصور الخويني، خلصي، خلصي، خلصي ينطلق على اليمين وياخذ الكرة بن يحيى، والآن بن يحيى كورتو تعود لفايت العروسي، العروسي تدخل منه المنتصر، منتصر، منتصر، وهجوم لفايت الترجي. كرة فدو، فدو العروسي، العروسي، العروسي معه موسى، باقي موسى العروسي، والدفاع عن طريق خضر يتدخل بنجاح النادي الافريقي، ورمي التماس، رمي التماس في 4 دقائق لعب من الشوط الثاني، نتيجه دائما هدف مقابل صفر، ورمي التماس لفايت الترجي لتولى تنفيذها المنتصر، منتصر، وكره رمي التماس اخرى لفايت الترجي. رمي التماس اخرى لفايت الترجي، نفذ منتصر، وكره سريعه الان بشير بشحامبا لفايت النادي الافريقي في هجوم معاكس. بشحامبا، بشحامبا، كره الخلصي، وترجع كره الان لفايت النادي الافريقي. دائما مولهي، المولهي، المولهي، خلفه من المولهي سهل ياخذها كمال. الدقيقه الخامسه حسب الارقام الرسميه للصبور الالكترونيه، 28000 متفرج و 671 دفعوا اماكنهم. المداخيل لبس بها المداخيل. الكره هذه لفايت النادي الافريقي، كمال حارس مرمى النايلي، 15 مليون و600 زوز دينارات و271 مليم. هجوم الان لفايت النادي الافريقي، كره من بصحيح، بشحامبا، 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 وخروج كمال. كرة كان ضائعة ياخذها كمال لتميم، تميم يتخلص من موسى وداخل المولي بنجاح. كرة تمشي لموسى، موسى مع تميم، تميم ياخذ كرة من موسى، وكرة الآن لفايت الترجي لسعد دياب، لسعد دياب، تميم، تميم كورته ياخذها الشرقي، حسن الشرقي، متوسط دفاع النادي الافريقي لموسى، موسى، موسى، موسى إلى بوصحيح. كرة الآن خضر، بياري، بياري، بياري فتش عن طريق، مرر الكرة، وإشارة مراقب الخط، إشارة مراقب الخط إلى وجود تسلل، لكن الحكم يطلب اللعب، خلص بقية اللعب، ثم الكرة قاعدة عند ترجي. وكرة الآن محمد بن محمود، بن محمود، بن محمود لكمال، كمال، كمال، كمال كورتو، من سيتلقاها؟ ياخذها كمال، كمال نادي الافريقي. وكره الان بشحامبا، بشحامبا، كمال، كمال، كمال للمولهي، مولهي الى البياري، بياري، بياري، موسى، بن موسى، بن موسى، كورته اتجاه خضر، لكن ياخذها بن يحيى، منتصر بن يحيى من جديد، بن يحيى كورته ضايعه، رمي التماس لفايت النادي الافريقي، رمي التماس ينفذها موسى، موسى من جديد الى كمال، كمال، وكره لفايت النادي الافريقي في هجوم عن طريق الخلصي الان، حسن الخلصي، كرة ضايعة، ضربة مرمى لفايت الترجي.
كمال يتولى تنفيذ ضربة المرمى، لا يخليها للكنزاري. كنزاري كنزاري كرة يفوت الترجي، بوبانديني مسكورة لطفي العروسي، فدو والحكم السيد لابوز يعلن عن ضربة مخالفة، بينما على أرضية الميدان في وسط الميدان بالضبط في الدائرة المركزية موجود اللاعب فدو. والسيد ليسوب دابوز يطلب من صف الاحتياطيين إسعاف اللاعب فدو. فخام طريش دولة وهو يواكب هذا الشوط الثاني. قام لباس اللاعب فدو وننتظر خروج مرافقين للترجي لاستأنف اللعب بضربة مخالفة لفائت الترجي، وهذا ما تم فعلا. ضربة مخالفة تنفذ لفائت الترجي. وكرة ترجع لفائت الفريق في هجوم. المنتصر بشحام، المنتصر الحارس مرمى كمال. كمال إلى بن يحيى. بن يحيى لأسعد ذياب. بن يحيى ياخذها موسى قبل ما توصل تميم. تميم يتدخل لك الكرة. حسن خلطي سريع لفائت النادي الإفريقي. ضربة مخالفة يعتبرها الحكم حساب دبوز ضد حسن خلطي. يقول الحكم دبوز خلطي شمد بيده المنافس. ضربة مخالفة، ضربة المخالفة لفائت الترجي. ضربة مخالفة لفائت الترجي. ثم لأسعد ذياب. لأسعد ذياب كمال. كمال كمال في اتجاه فدو. فدو مع خضر. خضر اخذ الكرة. منتصر اخذ الكرة قبل بشحامبا. وكرة لفائدة النادي الافريقي. كرة لفائدة النادي الافريقي. نفذت بن موسى. بن موسى الشرقي وكرة ما توصلش. رمي التماس في رفع الستار أوسط الملعب التونسي. فازوا بكأس فخامة رئيس الدولة 1980 بانتصارهم بضربة جزاء على أوسط النادي الإفريقي، هدفين مقابل واحد. لأسعد ذياب لتنفيذ رمية التماس. لأسعد ذياب. لأسعد ذياب بد كرة بن محمود. بن محمود لأسعد ذياب. لأسعد ذياب سريعة إلى عادل الأطرش. عادل الأطرش بن يحيى. بن يحيى. بن يحيى مباشرة المنتصر بن عثمان. منتصر بن عثمان. منتصر. منتصر فدو. توزيعة من فدو ياخذها النايلي. نايلي كرة طويلة لبشحامبا. بشحامبا وبداية هجوم لفريق النادي الإفريقي. كرة لهادي البياري. هادي البياري. البياري بينما موسى قدم كجناح أيسر. بياري وكرة باهية لفريق النادي الإفريقي. بشحامبا قدم بشحامبا وجانبية المرمى كمال. كرة كانت كثيرة على مرمى الترجي. هذا البشير بشحامبا عدد سبعة صاحب المحاولة الأخيرة اللي قام بها النادي الإفريقي. وضربة مرمى الآن 16 دقيقة لعب في الشوط الثاني. انتهى دائما هدف مقابل صفر في الدور النهائي لكأس فخامة رئيس الدولة 1980. هدف مقابل صفر. هدف سجله اللاعب جوفانتيني دقيقة 33. كرة خرجت من دفاع الترجي وأخذها موسى. موسى من جديد. بن موسى من جديد. وكرة سريعة لفائت النادي الإفريقي. لطفي العروسي معاه بن موسى. حكم طلب لعب ثم أعلن عن ضربة مخالفة لفائدة النادي الإفريقي لفائت بن موسى. تنفيذ ضربة مخالفة عن طريق خضر. خضر للشرقي. شرقي. شرقي خذ الكرة. عادل الأطرش حاول يبدأ هجوم لفائدة الترجي.
بن موسى قبل تميم، وكرة الآن سريعة بين تميم والشرقي، تميم مع كمال الآن، تميم والشرقي، وكرة ترجع لفتة، ترجع عادل الأطرش، عادل الأطرش توزيع منه أخذ النايلي، خروج ناجح من نايلي، نايلي مباشرة الهجوم لخويني، خويني البياري، بياري سريعة سريعة على اليسار بشعامبا، ومعه منتصر بن عثمان، وتدخل ناجح من منتصر بن عثمان، رمي التماس، كرة كانت عدى بها بشحامبا، كانت كلها خطورة على مرمى الترجي، تدخل ناجح كان منتصر بن عثمان، كرة سريعة لفايدة النادي الافريقي الآن، وخروج من بن يحيى ناجح، وكرة الآن لفايدة الترجي، جوبانتيني، جوبانتيني، تميم، جوبانتيني، 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 توزيعة منه، والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق تميم، عن طريق فدو، هجوم كان هجوم كانت بدايته، والترجي فخامة رئيس الدولة يصفق للقطة الأخيرة اللي نعاودوا نشوفوها بالطريقة البطيئة، بداية الهجوم كان جوبانتيني، تميم، تميم رجع كرة سريعة لجوبانتيني، جوبانتيني خذ الكرة، توزيعة منه، وفدو يسجل الهدف الثاني في 14 دقيقة لعب من الشوط الثاني، إذا تصبح النتيجة هدفين مقابل صفر لفايدة الترجي. إعادة مرة أخرى، مصر المكشر يقترح عليكم إعادة ثالثة أو ثانية بالأصح، في الأهداف شفناهم ثلاثة لكن بالطريقة البطيئة هذه المرة الثانية، وكان هناك هدف لفايدة النادي الإفريقي لكن تعرض له كمال بكل شجوع بكل شجاعة، تنفيذ ضربة الركنية والهدف، لا لا، تسلل أعلن عنه الحكم السيد حافظ الحاج حميدة، وبهذه الإشارة رفض الحكم العيسى أبو دبوس هدف النادي الإفريقي، إذا تبقى النتيجة هدفين مقابل صفر. كرة الآن تسلل لفايت الترجي، كنزاري ينفذ الخطأ، وهجوم يرجع لفايت الإفريقي، بن موسى، موسى كرته للهجوم وتفتك الكرة من الخلسي لكن عاود ياخذها خلسي، توزيعة منه، دفاع الترجي ثم المنتصر وباش حامبا، وكرة سريعة لفايدة النادي الإفريقي الآن، باش حامبا، وكرة رمي التماس لفايدة النادي الإفريقي، رمي التماس لفايدة النادي الإفريقي، نفذت كرة خطيرة وخرجت، خرجت قبل ما يتمكن خضر من توزيعها. وصلنا 16 دقيقة لعب بالضبط في الشوط الثاني، انتج هدفين مقابل صفر لفايدة الترجي، هدف دقيقة 33 جوبانتيني، هدف دقيقة 14 من الشوط الثاني فدو، ويتواصل اللعب، كرة الآن لفايدة النادي الإفريقي، وضربة مخالفة، ضربة مخالفة لفايدة المنتصر، نفذت بسرعة، كرة لطفي العروسي، لطفي العروسي، لطفي العروسي، لطفي العروسي، ترجع كرة لطفي العروسي سريعة، ونايلي تبع كورتو، ضربة مرمى، صعب محاولة الأخيرة، وعاد الأطرش تشاهدوها منكم، ضربة مرمى لفايدة النادي الإفريقي، والحكم يطلب من المصورين باش يبتعدوا الأمطار القانونية على الميدان، وكرة ترجع لفايدة النادي الإفريقي، كمال الآن، كمال شرقي، مولهي، بن موسى، مولهي، مولهي، بصحيح، مولهي،
ملهي باش حامب بن موسى وخروج ناجح من فدو هجوم معاكس لفايدة ترجي فدو مع كمال والحكم عيسى أبو دبوز يطلب اللعب لفايدة الإفريقي كرة عند بن موسى بن موسى إلى البياري كرة مولهي خلصي خلصي بصحيح وضربة ركنية تبع مليح بن يحيى بصحيح وثم الحبيب القاسمي كما تقول حيدور النادي الافريقي يستعد لانضمام تشكيلة النادي الافريقي ضربة ركنية لفايت النادي الافريقي ضربة ركنية لفايت النادي الافريقي تقدم اغلب لاعبي النادي الافريقي لاستقبال ضربة ركنية اللي بسهولة تنفيذها بصحيح بصحيح ياخذها دفاع الترجي ورمي التماس لفايت النادي الافريقي رمي التماس لفايت النادي الافريقي المدرب اندري ناجي مدرب النادي الافريقي مولهي كرة لفايت النادي الافريقي وثم خطا اول اعلن عنه الحكم عيسى ابو دبوز كرة بين كمال وكنزاري امام الحكم ابو دبوز ويأذن بتنفيذ الخطأ لفوت الترجي كرة عند كمال كمال رمي التماس لفايت النادي الافريقي وخطأ قبلها خطأ فعلا ضربة مخالفة نفذها المولهي المولهي للشرقي الشرقي كرة عند باش حامبا وخطأ ضد لسعد ذياب ضربة مخالفة اللي فايت النادي الافريقي باش حامبا يتولى تنفيذ ضربة المخالفة بشير باش حامبا يستعد نفذ ضربة المخالفة ومباشرة الحارس كمان كمال كرة تولي لفايت النادي الافريقي تدخل ناجح من قدر هذا كمال كمال الى الشرقي الشرقي ونصائح من ناندري ناجي للاعب القاسمي باش ينضم لتشكيل النادي الافريقي النادي الافريقي اللي هاجم الان عن طريق البياري هذه البياري توزيعه منه كرة دي على متسر وتمشي لحسن الخلصي توزيعه من احسن الخلصي لكن يتصدى لها دفاع الترجي عن طريق الخنزاري رمي تماس لفايت النادي الافريقي رمي تماس لفايت النادي الافريقي تنفذ بسرعه رمي تماس اخرى لفايت النادي الافريقي بن موسى و ثم تغيير منتظر الان تنفذ الخطا والنادي الافريقي ينتظر في تغيير في ضم اللاعب القاسمي تنفذ الخطا كره العروسي لطفي العروسي جوبانتيني 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 كره لفايت الترجي الذياع وياخذها النايلي نايلي الخويني الخويني من جديد باش حامبا توزيع عن باش حامبا وكره اخذها بن محمود قبل ما تخرج يلتحق بها من جديد لطفي العروسي وكره الان لفايت النادي الافريقي المولهي حصل على رمي التماس المولهي بينما ثم تغيير باش حامبا باش يخلي مكانه القاسمي اول تغيير في هذه المقابله
دقيقة 22 من الشوط الثاني. باش حامبا خلي مكانه للجاسمي. واستنف اللعب كرة عند بن يحيى. بن يحيى من جديد. جوبانتيني كرة أخذها النادي الأفريقي عن طريق مواليه توزيع مواليه خلال دفاع الترجي. ورمي التماس. رمي التماس لفايت الترجي. عادل الأطرش. لأسعد ذياب. لأسعد ذياب. كرة أخذها بن محمود. بن محمود لحارس مرماه كمال. كمال مباشرة للمنتصر بن عثمان. منتصر بن عثمان لطفي العروسي. منتصر خضر. جوبانتيني إلى عادل الأطرش. عادل الأطرش. عادل الأطرش لتميم. قلبة من تميم وقلبة كانت خطيرة ياسر على مرمى النايلي. وكما تلاحظون مجاهد الأكبر يتابع بكل انتباه بكل التفاصيل هذه الكرة اللي غيرت اتجاهها مرمى النادي الافريقي والنايلي تولى تنفيذ ضربة المرمى. كرة سريعة لفايت النادي الافريقي وتدخل من كنزاري. رمي التماس لفايت النادي الافريقي. بينما ثم اللاعب كمال خرج الميدان يتلقى في بعض الاصابات العاجله. كره الان عند لسعد ذياب. لسعد كورته خذا اللاعب الخلصي ومد مدان لفايت الترجي. تميم الان ضاعت عنه الكره ورمي التماس لفايت النادي الافريقي. تنفذ بسرعه على طريق الشرقي. كره الان بن موسى. كره الخلصي. خلصي. خلصي وكرة عند بن يحيى. بن يحيى. بن يحيى لتميم. تميم. تميم. تمريرة تميم لفايت فدو. فدو وكرة سهلة بالنسبة للحارس النايلي. كرة ترجع لفايت النادي الافريقي. بينما فدو خارج أرضية الميدان. كرة لفايت النادي الإفريقي. فايت الخويني لكن الخويني في جمش دور الكرة قد افتقد لتوازنه وكرة ضاعت. رمي التماس لفايت النادي الإفريقي بعد تدخل الكنزاري. رمي التماس لنفذها الخلصي. ترجع كرة لفايت النادي الإفريقي. ثم خطأ واضح. خطأ واضح لفايت النادي الافريقي. ضربة مخالفة. وابو صحيح يتولى تنفيذ. ابو صحيح يتولى تنفيذ ضربة المخالفة. نفذت دفاع الترجي وضربة ركنية. ضربة ركنية لفايت النادي الافريقي. الفريق مش نفذها. رضا ابو صحيح. رضا ابو صحيح نفلت دفاع الترجي عن طريق لسعد ذياب ورمي التماس لفايت النادي الافريقي. لا فدوا بعد اسعافه يطلب عودته الى الميدان واذلوا بذلك الحكم سيد عيسى ابو دبوس. نفذت رمي التماس. كوره عند خلصي. سبق ياسر خلصي كورته. ضربه مرمى. ضربة مرمى. بينما الوقت يشير الآن إلى الدقيقة 27 في الشوط الثاني. نتيجة دائما هدفين مقابل صفر في الترجي. هدف دقيقة 33 من الشوط الأول جوبانتيني. هدف دقيقة 14 من الشوط الثاني فدو. تنفيذ ضربة المرمى لفايت الترجي عن طريق الكنزاري. بن موسى ياخذ كرة. لطفي العروسي مرة أولى. مرة ثانية لطفي العروسي وضربة مخالفة لفايتو.
لطفي العروسي يبقى على أرضية الميدان. حكم بودابوز يطلب اللعب وكرة الآن عند بن يحيى يمرر كورته الآن. تميم فتو وضربة ركنية بعد تدخل ناجح من الشرقي. حكم الآن يطلب إيقاف اللعب لإسعاف اللاعب لطفي العروسي. الحكم يطلب من المصحف التابع للترجي باش يقع إخراج يتم إخراج لطفي العروسي. إسعافه خارج الميدان و يقوم لطفي العروسي وضربة ركنية يقع سناف اللعب بها. ضربة ركنية لفيت الترجي تنفذت. كرة عند تميم الآن وكرة لفيت النادي الإفريقي الآن عن طريق البياري. خضر وضربة مخالفة للإفريقي. بن موسى يتولى تنفيذها. بن موسى للبياري لهدي البياري. كون عند خلسي تمريره من خلسي باهية ثم القاسمي ثم إشارة من مراقب الخط. حكم يطلب اللعب. كرة ترجع لضربة أبو صحيح لفايت الإفريقي وكرة الكمال بينما مراقب الخط سيد حافظ حاج حميدة السيد الميموني لحبيب الميموني أشار إلى تسلل لفيت الترجي. اعلن عنه الحكم بودابوز. كره الان لفيت الترجي وترجع كرة سريعة لفيت الترجي. لطفي العروسي مباشرة الفدو. لكن كمال تصدى له بكل مهارة. باهية من كمال. للشرقي. بن موسى الآن. خلسي. لهدي البياري. كرة لفيته. هذه بياري مد كرة لكن ياخذها تميم بسرعة للهجوم. لطفي العروسي وهجوم لفيت الترجي وضربة مخالفة لفيت لطفي العروسي. لفيت الترجي يعلن عنها الحكم السيد عيسى أبو دبوز. إعادة بالطريقة البطيئة للظروف اللي تمت فيها المخالفة الأخيرة و تفضل ضربة المخالفة. كرة الآن عند المنتصر بن عثمان. منتصر بن يحيى. كرة جوبانتيني. كرة بن محمود. لسعد ذياب. لطفي العروسي. الكرة بن يحيى. بدوره المنتصر بن عثمان. جوبانتيني. لتميم. تمرير على اليسار. فدو. كرة جوبانتيني. بن موسى مسها وكرة الان في النادي الافريقي لرضا ابو صحيح. رضا ابو صحيح. كرة عند حسن الخلسي. توزيع من حسن الخلسي. يخرج الحارس كمال. قدم الاخويني والقاسمي. هذا صاحب التوزيع الاخيره خلسي وهذا كمال اللي التقت كرة الخلسي.
امام القاسمي والخويني. كمال 33 دقيقه لعب في الشوط الثاني، 12 دقيقه لنهايه هذه المقابله باعتبار النتيجه الحاصله الان. وهذا الشرقي كره الان لهدي بياري في النادي الافريقي. بن موسى، بن موسى لطفي العروسي، ورمي التماس لفايت النادي الافريقي. قفزت بسرعه كره الان ياخذها لطفي العروسي، لطفي العروسي ورمي التماس اخرى لفايت النادي الافريقي. منتصر تدخل منه ورمي التماس لفائده النادي الافريقي ثالثه على التوالي. نفذت وكرة توزيعة كمال، وثم إشارة مراقب الخط سيد حبيب ميموني إلى وجود تسلل، تسلل على هذا لاعب احتياطي من الترجي، قد يكون السلطاني أو الترابلسي. كرة الآن سريعة لفايت النادي الإفريقي، كرة سريعة لفايت النادي الإفريقي. هادي بياري، 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 توزيع من بياري، وثم إشارة من مراقب الخط إلى وجود تسلل. دقيقة 35 من الشوط الثاني، كرة الآن ترجع لفايت النادي الإفريقي. بن موسى، بن موسى كرة عن طريق الهدي بياري، ياخذ الكرة الخويني، الخويني بن موسى، توزيعة من بن موسى والخلسي، كرة مازالت القاسمي، القاسمي مازال القاسمي، ويتدخل منتصر بن عثمان. كرة ترجع سريعة عن طريق تميم لفايت الترجي، تميم معاه الشرقي، وتدخل من الشرقي حصل على رمي تماس، بما ان تميم اخر من مس الكرة. وثم تعويض، تعويض السلطاني باش ينضم الى تشكيله الترجي في مكان فدو. التغيير الاول بالنسبه للترجي، دقيقه 35 بالضبط. السلطاني خذا مكان فدو. هجوم لفايد النادي الافريقي، وكرة تحول لفايت الترجي. ضربة مخالفة أو رمي التماس، رمي التماس يعلن عنها الحكم السيد عيسي أبو دبوز، بينما هذا لاعب آخر من الترجي يستعد وهو فتحي طرابلسي. كرة الآن لطفي العروسي، توزيع من لطفي العروسي، ياخذها بن موسى لهادي البياري، وكرة لفايت النادي الإفريقي. هادي البياري خليها رضا أبو صحيح، رضا أبو صحيح، قاسمي، قاسمي، وكرة ياخذها بن محمود قبل بن موسى. بن محمود تعود إليه الكرة بعد ما يمسها الملهي، من بن محمود إلى تميم، تميم ومعها الشرقي. تدخل ناجح من الشرقي، كرة مازال ما خرجتش، وتدخل من بن موسى الآن، كرة لفايت الترجي. كرة الآن جوبونتيني، جوبونتيني معه الشرقي، جوبونتيني، جوبانتيني تعادل بالكرة، جوبانتيني قذفة، وبن موسى الآن، كرة عند خويني، خويني مدها مدان لعادل الأدرش، وتدخل آخر من خويني، وكرة يخرج لها النايلي، 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 بن موسى. كرة بصحيح، بصحيح مع لطفي العروسي،
السلطاني معاه بصحيح بصحيح الكمال كمال خذر هجوم الان لفيت الافريقي بجاسمي الى بصحيح ايضا بصحيح بن موسى بن موسى بن موسى كره الهدي بياري وياخذها دفاع الترجي كره لتميم تميم على الشرقي شرقي ياخذ كره بن موسى كره سريعه لفيت النادي الافريقي ترجع لفيت الترجي عن طريق تميم تميم هجوم سريع كمال ياخذ كره كره الشرقي مولهي كره الان سريعه جاسمي جاسمي توزيع عمل جاسمي ياخذها دفاع الترجي والخلسي للمولهي للجاسمي جاسمي قذفه منه وضربه ركنيه ضربه ركنيه وتغيير ثاني بالنسبه للترجي عاد الاطرش مش يخلي مكانه للطرابلس التغيير الثاني بالنسبه للترجي 38 دقيقه لعب من الشوط لا ترش يخلي مكانه للترابلسي وكرة الآن لفيدنا الإفريقي ما زالت اختيرة وكمال حذفة باهية كانت من حبيب القاسمي وكمال تصدى للمحاولة إعادة بالطريقة البطيئة كرة كانت اختيرة ياسر قذفة متاع القاسمي صدى لها كمال بينما الآن رمي التماس لفيت النادي الإفريقي خمسة دقائق لنهاية الشوط الثاني من هذه المقابلة كرة خضر قاسمي وكرة عند بن يحيى يبدا هجوم لفيت الترجي بن يحيى بن يحيى كرة ترابلسي خلاها لتميم تميم بن يحيى قذفة بن يحيى ضايعة قذفة ضايعة ضربة مرمى لفيت النادي الافريقي ضربة مرمى تفلت كرة الآن لفيت النادي الإفريقي في هجوم خلسي الآن خلسي خويني ياخذ الكرة الترابلسي لمولهي الآن لمولهي وكرة معاكسة خاطئة لفيت الترجي تميم الآن تميم هجوم معاكس لفيت الترجي تميم يتبع في الشرقي تميم معها الشرقي تميم سلطاني لطفي العروسي قذفة من لطفي العروسي والنايل ياخذ كورته كرة الآن رضا أبو صحيح لفيت النادي الإفريقي الجاسمي بن موسى بن موسى على اليسار باهية لكن ضاعت على رضا بصحيح وعاود التحق بها كرة مازال ما ضاعتش لفيت النادي الافريقي رضا بصحيح توزيعة منه ودفاع الترجي عن طريق الكنزاري كرة لفيت النادي الافريقي الان حسن الخلسي حسن الخلسي الخويني الخويني رضا بصحيح رضا بصحيح هو تدخل ناجح من المنتصر بن عثمان ثلاثة دقائق لنهاية هذا الشوط الثاني كرة الآن حسن الخلسي
وهجوم سريع عن طريق المنتصر بن عثمان. كرة الآن جوبانتيني 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 وكرة سهلة لدفاع النادي الافريقي. خضر دقيقتين الآن لنهاية هذه المقابلة. تجد دائما هدفين مقابل صفر لفريق الترجي. خويني الخلسي سال الخلسي باهية لخويني قذفة من الخويني كان في موقع مناسب لخويني مناسب جدا لتهديد الحارس كمال. وكرة ضيع كرة الآن كمال بن يحيى بن يحيى بن يحيى دقيقة لنهاية الوقت في هذا الشوط الثاني في لنهاية المقابلة. وكرة الآن لفيت الترجي لطفي العروسي. حوار بين السلطاني والبياري بياري الجاسمي. دقيقة لنهاية المقابلة. هجوم لفيت النادي الافريقي كرة تقص عن طريق دفاع الترجي لهاجم الآن عن طريق تميم 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 سريعة. كرة الآن لفيت الترجي جوبانتيني جوبانتيني جوبانتيني. الوقت انتهى حسب ساعة الملعب. بدأت بعض اللحظات في توقيتي. وكرة ترجع للحارس كمال كمال مع الخويني كمال كرة الآن كمال. خلنا دقيقة إضافية في هذه المقابلة. كرة الآن رامي تماس بينما الترجي عبر عن فرحتهم بهذين الهدفين اللي سجلهم الترجي لحد الآن. بن موسى بن موسى كرة الآن لفيت بياري بياري بن موسى بن موسى بن موسى في بالضبط يعلن السيد عياسي ابو دبوز عن فوز الترجي بكاس الخمطريز دوله 1980 هدفين مقابل صفر. جوبانتيني دقيقه 33 ثم في الشوط الثاني الشوط الثاني دقيقه 14 عن طريق فدو.
بعيد.